بسم الله الرحمن الرحيم. توصيف مقرر العلوم في حياتنا للفصل الدراسي خريف 2021 إن شاء الله. أول شيء رقم المقرر General Science 100. أنا الدكتور خالد القاضي، حكون مسؤول إداريا عن الشعب الثلاث التالية اللي هي L01, L51 و L57. شو يعني مسؤول إداريا؟ يعني العلامات النهائية أنا بكون مسؤول عنها، لأنه حنبدأ بالمادة الفيزياء، حيكون عندنا بخلاف بقية المتطلبات المقرر حيكون عندنا زيادة كوزين، حيكون عندنا زيادة كوزين، وأنا حرصد العلامات النهائية للمجموعات الثلاث المبينة أمامكم في الشاشة. الساعات المكتسبة 3 ساعات، والساعات التدريسية أيضا 3 ساعات. طبيعة المقرر هو متطلب جامعي لطلاب المساقات غير العلمية. طبعا المكتب بحكم الوباء الموجود رفعه الله عنا آمين، ما في تواجد في المكتب. بالنسبة للساعات المكتبية حتكون أونلاين، وحتلاقوا إعلان في البلاك بورد عن الساعات المكتبية. العادة بيكون أول صفحة، أول ما تفتحوا المقرر بيكون في إعلان عن وقت الساعات المكتبية واللينك على برنامج ويبكس للساعات المكتبية. هاتف، طبعا في هاتف في المكتب بس ما بتواجد في المكتب خلال مدة الوباء، فما في هاتف. يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الموضح، وأيضا في الساعات المكتبية وفي المحاضرة في أوقات المحاضرات. أيضا توصيف المقرر: صمم مقرر العلوم في حياتنا ليلبي حاجات طلاب التخصصات الجامعية في المساقات غير العلمية بهدف تعزيز استيعابهم لمبادئ العلوم الأساسية الفيزياء، الكيمياء والأحياء، وربطها ببعض الظواهر الكونية والمتطلبات الحياتية وفق منهج تكاملي. أهداف هذا المقرر: تطوير فهم الطلاب للمفاهيم العلمية الأساسية، إعطاء أمثلة تبين كيفية وجود المفاهيم العلمية في حياتنا اليومية، في العمل، في الكون حولنا. حنطرح قضايا جدا ملاصقة لحياتنا اليومية من خلال الكورس إن شاء الله. توسيع مهارات الطلاب في تطبيق المنطق العلمي في السيناريوهات والتطبيقات الحياتية، تعزيز مهارات البحث النشط للطلاب، وتعزيز المهارات التحليلية، وزيادة الوعي الذاتي العلمي لدى الطلاب بالقضايا العلمية المحلية والإقليمية والعالمية. طبعا المقرر السيلبس أو التوصيف هذا حيكون محطوط إن شاء الله على البلاك بورد. أنصحكم ولو لمرة واحدة فقط أنه أنتوا تقرأوا هذا التوصيف ولو مرة واحدة فقط، لأنه كما يقال هذا العقد، عقد المعاهدة بين الطالب وبين المدرس وفق الموجود في هذا الوصف أو التوصيف. لذلك بنصح الجميع إنه يقرأ التوصيف مرة واحدة على الأقل. بالنسبة للجدول تبع المادة إن شاء الله، هذا هو الأسبوع الأول، بيبدأ في 10 يناير، دائما بنحط تاريخ بداية الأسبوع. حيكون حول توصيف المقرر ومقدمة عن المقرر. الأسبوع الثاني إن شاء الله
هنبدأ في مادة الفيزياء الفصل الأول الطاقة، الذي يليه فيزياء المجال الكهرومغناطيسي، ثم فيزياء الطيف الكهرومغناطيسي، ثم أخيرا في مادة الفيزياء علم المواد. نكون هون وصلنا بإذن الله تعالى الأسبوع الخامس. في الأسبوع السادس بينتقل الطلاب إلى دكتور الكيمياء حتى يكمل لهم المحاضرات. في الأسبوع السابع بيكون الطلاب خلصوا فصلين من الكيمياء. في نهاية الأسبوع السابع اللي هو 25 فبراير بإذن الله، في وقت المحاضرة يوم الخميس، يعني وين ما يكون محاضرتك أي وقت يوم الخميس، حيكون موعد الاختبار الفصلي الأول، وهو من المقدمة لغاية نهاية الفصل السادس، هذا الاختبار الفصلي الأول. ثم الأسبوع الثامن والأسبوع التاسع، ثم يأتي الأسبوع إجازة منتصف فصل الربيع، أسبوع العاشر. الأسبوع الحادي عشر بينتقل الطلاب إلى دكتور الأحياء، دكتور الأحياء 4 أسابيع في الأحياء، ثم إن شاء الله نختمها بالاختبار الفصلي الثاني، وهو من الفصل السابع لغاية نهاية الفصل الثاني عشر، وسيكون إن شاء الله 15 إبريل، يعني الأسبوع 14 يوم الخميس أيضا في وقت المحاضرة. طبعا الامتحانات في جامعة قطر كلها حضورية، يعني الطالب لابد أنه يحضر إلى الحرم الجامعي لأداء الاختبار. على الأغلب الاختبارات كلها حتكون حضوريا في الجامعة باستخدام البلاك بورد، حضورية في الجامعة باستخدام البلاك بورد. في آخر أسبوع يعني إن شاء الله إذا كان حيكون في مراجعة عامة لمناقشة مضمون العام للمقرر استعدادا للاختبار النهائي، ومناقشة الموضوعات التي يجد الطالب أنها الأكثر إثارة للاهتمام. دعوني هون أنبه إنه أسبوع المراجعة مش أسبوع تدريس بدنا نعيد كل الـ 12 وحدة، يعني الـ 12 فصل، لا، الأسبوع هذا اللي هو الأخير زي ما هو محطوط هون مناقشة المضمون العام للمقرر، وإذا في موضوع معين أو نقطة معينة الطالب أو الطالبة تحتاج للتوسع فيها أو السؤال عنها فأهلاً وسهلا، لكنه ليس إعادة أو تلخيص للمادة كلها في هذا الأسبوع. ثم يأتي الاختبار النهائي وهو حسب جدول الجامعة، حسب جدول الجامعة. الآن خلينا نتكلم عن أساليب التقييم وتوزيع الدرجات. عندنا الاختبار الفصلي الأول 15 درجة من 100، الاختبار الفصلي الثاني 15 درجة من 100، الاختبار النهائي وهو يجمع كل الفصول، يعني 12 فصل الفيزياء والكيمياء والأحياء على الاختبار النهائي، وهو من 30 درجة. في الخمس أسابيع الأولى إن شاء الله لما تكونوا معي في مادة الفيزياء هناخذ إكوزين من 5 درجات، يعني الكويز من 2.5. حيكون خلال أسابيع الفيزياء عندنا مقالة علمية فردية فيزياء، وحنتكلم عنها بالتفصيل في وقتها إن شاء الله. مقالة علمية كيمياء دكتور الكيمياء بكلمكم عنها، ومقالة علمية فردية بيولوجي دكتور البيولوجي أو الأحياء بكلمكم فيها، كل مقالة من 10. حيكون أيضا عندنا واجب منزلي حر، قد يكون لسه ما قررنا، قد يكون بوستر، قد يكون إجابة عن سؤال يطرح، قد يكون مناقشة موضوع محدد، قراءة مقال إلى آخره، لكن أيضا نخبركم في وقتها إن شاء الله. المجموع لو جمعت كل هاي الدرجات تطلع
100 درجة. هون ملاحظة مهمة عشان ظروف الكوفيد وطلبتها منا الجامعة، يجوز لأستاذ المقرر تعديل أساليب التقييم والأوزان في حال قامت الجامعة بتغيير نمط التدريس من تدريس عن بعد إلى تدريس اعتيادي أو العكس، وبما لا يضر بالعملية التعليمية أو مصلحة الطالب. ممكن هذا يتغير إذا صار في تغيير يعني. طبعا هذا مقياس الدرجات الجميع عارفه وموجود بالسيلابس، ممكن اطلع عليه. الآن في قضية في غاية الأهمية وممكن تتسبب الأمانة العلمية، هذه اللي بالأخضر أمانة العلمية، ممكن تتسبب إذا أنت خالفتها بأنك تأخذ صفر في المقال، تأخذ صفر في المقال. تعد السرقة العلمية جريمة أكاديمية خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الطالب لدرجات الواجب أو حتى الرسوب. وتتوقع جامعة قطر أن يتبنى ويلتزم طلابها، أنا بس أقرب عشان تطلع بالشاشة، طلابها بأعلى معايير السلوك في تفاعلهم مع أساتذتهم وأقرانهم ومجتمع الجامعة بشكل عام. وعلى هذا النحو فإنه من المتوقع ألا ينخرط الطلبة في سلوكيات قد تضر بنزاهتهم وبنزاهة جامعة قطر. يمكن للطلبة مناقشة الواجبات والمشاريع مع زملائهم، ولكن عليهم القيام بالعمل بأنفسهم. وفي حالة الإعداد للمشاريع الجماعية يتوقع أن يقوم كافة الطلبة بنصيبهم من العمل. وإذا قام الطلبة باستخدام كلمات شخص آخر، انتبهوا، أو أفكاره، فيتوجب عليهم أن يفصحوا عن المصادر الخاصة بذلك. وتشمل السرقة العلمية الأمثلة التالية: استخدام عمل، أفكار، صور أو كلمات شخص بدون خاصة بشخص آخر دون موافقته أو إذنه. استخدام صياغة، اسم، عبارة، جملة، فقرة أو مقالة خاصة بشخص آخر دون استخدام علامات الاقتباس. ممكن يؤدي هذا بدون استخدام علامات الاقتباس، ممكن يؤدي أن تأخذ صفر في المقال. تحريف المصادر التي استخدمت، وطبعا للحصول على معلومات ممكن تشوفوا هذا الرابط. الأمانة العلمية مهمة وممكن تؤدي أنه أنت تأخذ صفر في المقالة، صفر من عشرة. سياسة الحضور: يعد حضور محاضرات إلزامياً، كل محاضرة إن شاء الله بناخذ غياب في نهايتها، غياب عن طريق البلاك بورد. وفق اللوائح الجامعة فإن غياب الطالب يجب ألا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للمحاضرات في الفصل الدراسي بأكمله. إذا تجاوز معدل غياب الطالب 25%، انتبهوا الآن، انتبهوا جيدا، بما في ذلك الغياب بعذر أو بدون عذر، يعني بيجي الطالب أو الطالبة بتضلها تغيب أو بضلوا يغيب، لما يوصل 25% بغيب كمان مرة بقول أستاذ أنا عندي عذر. إذا تجاوزت 25% بعذر أو بدون عذر، بعذر طبي، يعني إذا غبت 25% بعذر طبي أو أي عذر ثاني تجاوزته، معنى هذا أنه حتاخذ F B ولن يسمح لك بأداء الامتحان النهائي. فانتبهوا لموضوع الغياب، إن شاء الله كل آخر محاضرة بناخذ الغياب عن طريق البلاك بورد. طبعا إذا لاحظت لأنه وقت المحاضرة ببين عدد الطلاب، إذا لاحظت إنه بعض الطلاب يعني يتعاملون بغير مسؤولية، يعني بتبدأ المحاضرة مثلاً بعشر طلاب أو طالبات وفي نهاية المحاضرة قبل الغياب بصير العدد 20،
بصير اخذ الغياب بشكل عشوائي، يعني ممكن يكون اول الحصه، ممكن يكون نص الحصه، ممكن اخر الحصه، لكن ان شاء الله اعتقد انه الجميع مسؤول وسيتعاون في هذا الموضوع. الآن إذا كنت من طلبة الاحتياجات الخاصة فهناك تسهيلات ودعم في جامعة قطر، بإمكانك التواصل مع مركز دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك هناك مركز دعم تعلم الطلاب وهو يعمل حتى أثناء الجائحة يعمل، لكن عليك أن تتصل وتأخذ موعد، تتصل وتأخذ موعد. طبعا وين بهمنا مركز تعلم الطلاب؟ لما تحضر المقالة العلمية، لما تحضر المقالة العلمية ممكن يساعدوك في تحضير المقالة العلمية، لأنه المقالة العلمية لها شروط واضحة ويجب عليك الالتزام بالشروط، وإذا خلفت الشروط ستخسر العلامات. شروط المقالة واضحة جدا، فتحتاج لمركز الدعم الطلابي للمساعدة في كتابة المقالات. بتتصل فيهم تأخذ موعد، ما تتصل فيهم لآخر يوم قبل تسليم المقال، لأنه مش أنت الطالب الوحيد في الجامعة، تأخذ قبلها بوقت وبعدين بتتصل فيهم، إن شاء الله بيساعدوك. هذا ما لزم، وأنصح الطلاب جميعا بقراءة التوصيف مرة واحدة على الأقل، لأنه هي خارطة الطريق لك إن شاء الله أو لك حتى تنجحي في الكورس وحتى تجيبي علامات عالية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.